تنطلق غدا فعاليات جائزة الخليج العربي لروائيين الشباب والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بتنظيم من صحيفة الوطن بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة والتي سيحتضنها مبنى بنك أركبيتا بخليج البحرين في الفترة من 23 إلى 24 من مارس الجاري والتي تأتي ضمن مبادرات خالد بن حمد لدعم الشباب في المجال الثقافي. بهذه المناسبة أعرب سمو عن سعادته بالمشاركة الكبيرة التي تحظى به هذه الجائزة من قبل الشباب البحريني والخليجي والذي يؤكد الحرص والرغبة الكبيرة من هؤلاء الشباب على الإصرار والتحدي في كتابة رواية كاملة في 24 ساعة مما سيسهم في إبراز قدراتهم ويحقق الهدف في تعزيز الجانب الأدبي بالصورة التي تثري الحركة الثقافية في المجتمعات الخليجية والتعرف على المزيد من الوجوه الشابة في عالم كتابة الروايات. أضاف سموهم نؤمن بقدرات وإبداعات الشباب في كافة المجالات لا سيما الثقافية فالثقافة جزء من بناء صروح العلم بالمجتمعات وأن تشجيع الشباب ليكونوا قادرين على العطاء الثقافي له مردودات إيجابية تعزز من الجوانب الأدبية والثقافية لديهم وتحقق التوازن مع اهتماماتهم الأخرى. مقدرا سموه الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للإعداد والتحضير بالصورة التي تخدم نجاح هذا الحدث.